وصل رالف وسارة إلى غرفة الاستقبال في السفينة. أضاء النور ووقفت سارة قرب الطاولة في وسط الغرفة، لم تشعر بالخوف بل بكآبة. كان ينظر إليها ويتفحصها كأنه يراها لأول مرة. نسيت للحظات الخطر الذي يحيق بها، تفحصته أيضا عن كثب. كان شعره أسود فاحم وعظام وجنتيه بارزة وقساوته واضحة في ملامح وجهه. سمرته الشديدة ورثها عن أجداده اليونانيين. في باطنه براكين متأججة تحت سطح هادئ يشبه بشكله تمثالا منحوتا من الحجارة. عبست سارة، هل سيكون هذا الرجل سهل الانقياد مثل شقيقه؟ تذكرت خوفها منه وهي طفلة صغيرة تلهو على الشاطئ. شعرت بلهيب الغضب في داخلها يوازي خوفها منه، وتذكرت لن تخاف من أي رجل. أخبرني عن خطتك المعقدة التي صممتها، قالت وهي تجلس على الأريكة وتضع حقيبة السهرة فوق الطاولة قربها. أما تفضل أن تفاجئني بها؟ لا أبدا. جلس رالف على طرف الطاولة ولف رجليه وهو يراقبها عن كثب. لم يكتم تعجبه من هدوئها الذي استقبلت به الوضع الراهن، فأجاب: الخطة ليست معقدة، إنها أبسط ما يمكن. ألا تعتقدين أن الخطة البسيطة تكون أكثر فعالية؟ لم تجبه سارة ولكنها هزت رأسها موافقة. ستبقين برفقتي هنا هذه الليلة، في الصباح الباكر سيحضر حبيبك ذو اللقب الرفيع ويجدك معي. ستكون النتيجة ألا يحصل الزواج بعد أسبوعين. قال ذلك وقلب جريدته وبدأ يتصفحها بفضول كأن وجود سارة لا يهمه. وكيف يعرف حبيبي ذو اللقب الرفيع أين أنا؟ لقد أوقفت هذه السفينة حسناء المحيط قرب يخت خطيبك. غدا مثل كل المتسابقين سيحضر باكرا، ولا أعتقد أنك بحاجة لأشرح لك ما سيحصل. طبعا لا لزوم. في السادسة صباحا سيكون رصيف المرفأ كخلية النحل مكتظا بالناس ككل يوم أحد. بعضهم سيحضر لمشاهدة السباق، وبعضهم لممارسة هواية الصيد والإبحار في نهاية الأسبوع. الجو مريح وبسيط، تسوده روح الألفة والحرية، وأصحاب اليخوت يتزاورون لشرب القهوة والفطور. قالت مستنتجة: من الواضح أنك قابلت رودي. التقيته صدفة منذ يومين، سألته: صدفة؟ حذرت، انتظرته حتى حضر. تحدثنا قليلا عن السفن والسباق ثم دعوته لتناول الفطور معي غدا صباحا. سألته بفضول: وهل عرفته باسمك؟ طبعا لقد عرفته بنفسي، لم يكن يعلم بخطوبتك السابقة لشقيقي. لم تجب سارة عن سؤاله، هي لم تذكر خطوبتها السابقة إلى رودي لأن هذا الأمر لا يعنيه. ثم أخبرت رالف بأن عائلة رودي قد انتقلت مؤخرا. سألها: إذن أنت لا تعرفين رودي إلا منذ مدة قصيرة؟ فقط منذ 3 أشهر. كان غراما عاصفا بينكما، للأسف سينتهي كل شيء. قال ذلك ثم عاود النظر إلى جريدته وركز انتباهه عليها. أعتقد أن عليك أن تقدم لرودي البرهان على أنني أمضيت الليل كله معك على متن السفينة. هذا صحيح. ما شكل هذا البرهان؟ هذا سيكون مفاجأة لك. لم تحاول سارة أن تستفسر عن الطريقة، بل قالت له ببرود مزيف بأنها ستخبر رودي بأنها خطفت وهو سيصدقها. لا أعتقد، إن رودي عاشق غيور، سيتصرف أولا ثم يفكر. قالت مؤكدة: بل سيصدقني ويذهب إلى البوليس إن طلبت منه ذلك. ولكنك لن تطلبي منه ذلك. ثم تثاءب ونظر إلى ساعته: ما الذي يجعلك واثقا من أنني لن أطلب منه الذهاب إلى الشرطة؟ رأفة بوالدك العجوز المريض بالقلب، أليست هذه نقطة الضعف لديك؟ صحة والدك تهمك أكثر بكثير من أي إجراء تتخذينه ضدي. أنت داهية يا سيد لينغارد. نعم والدي يهمني أكثر من الانتقام. اسمح لي أن أسجل إعجابي باعترافك، كنت أعتقد أنه ربما تحاولين المراوغة. هل أنت قوية حقا كما تحاولين أن تظهري؟ هل عواطفك متحجرة وقلبك قطعة من الثلج؟
بالقلب من صوان شأنه شأن قلبك. أخبرني يا سيد لينغارد، لماذا انتظرت سنة كاملة لتبدأ في تنفيذ خطة الانتقام؟ نزل عن الطاولة ووقف أمامها كالمارد. تذكرت خوفها منه وهي طفلة تجلس على الشاطئ. كان عليها أن تركض خوفا منه. قال لها: كنت أعيش بعيدا ولم أرى في قصاصك ما يوازي تعبي وعذابي، ومع مرور الزمن سمعت من الأهل ما كابدته والدتي من ألم وعذاب. لم تنسى جرح أليكس وحزنه يوم غادرها لينسى صدمته وإهانته. لقد حطمتها الصدمة. لا أظن أليكس قد جرح بهذا العمق، لديه الآن زوجة حميمة. كنت تنتظرين أن يأكل الحزن قلبه من أجلك؟ وأضاف مبتغيا إذلالها: أعتقد أنه لحسن حظه أن زواجه منك لم يتم. ولحسن حظي أيضا، إنك تلومني لموت والدتك. هز رالف رأسه نفيا، لقد فاجأه سؤالها، ثم قال: الناس يموتون عندما ينتهي أجلهم، إذا كانوا في 18 أو 80. أنا لا ألومك على موتها، ولكنني ألومك لتسببك في التعاسة التي عاشتها في آخر حياتها. بدأت عندئذ أفكر بالانتقام ولم أحدد الوسيلة. وحين عدت إلى هذه البلاد وعلمت بزواجك المرتقب، أردت أن أجرعك من الكأس التي سقيتها لشقيقي. نظرت إليه محدقة، تذكرت ما قالته عن تحضره من سلالة المتشردين وقطاع الطرق وعن أجداده القساة. ابتسمت وهي تستغرق بتأملاتها. حتما لا يمكنه أن يكون من سلالة الرموز اليونانيين، لأنهم ورعون ويعرفون الرحمة. ثم قالت: تود قصاصي من أجل ما قاست والدتك، وهل تطلبين الرحمة؟ قالت تتحداه: أنا لن أطلب الرحمة من أي رجل، وبالأخص من أحد رجال ألينغارد. من حسن حظك أننا نعيش في القرن العشرين، كنت أود أن أسحق روحك الوحشية. لو التقينا في الزمن الغابر لما كنت حظيت بهذه المعاملة اللينة. معاملة لينة، لقد خطفها ورماها على المقعد الخلفي للسيارة، سيدفع ثمنها مع الفائدة حين تسنح الفرصة. وجال بنظره من رأسها حتى أخمص قدميها وهز رأسه مستغربا: شيء مضجر، ما الذي رآه فيك شقيقي؟ ما الذي أعجبه فيك؟ إهانتك المتكررة لشكل الخارجي وعدم التمتع بأي جمال تسعدني، أنا أكره أن أنال إعجاب رجل مثلك. وكان رده مؤلما وسريعا: لو كنت تعجبينني لكنت الآن في ورطة مخزية تجعلك من النادمين. قلت لك سابقا أنني قادرة على حماية نفسي. أتعتقدين ذلك؟ أنا أشك في قدرتك. وضحك مازحا بينما كان ينظر إليها بنهم: ربما أكون مخطئا، أنا واثق أنه سيسرني أن أحملك معي إلى اليونان وأروضك هناك. نعم، أعتقد أن ذلك سيكون ممتعا للغاية. من المؤسف أن يكون ذلك غير ممكن، جبال الأكارديان الوحشية تناسب أخلاقك. على العكس، أنا أحب رفاهية المدينة الحديثة، لن أحتمل الحياة البدائية في جبال أولمبيا مثلك. أولمبيا ليست منطقة جبلية، مع أن منطقة كارفيون ترتفع فوقها، المناظر الطبيعية هناك خلابة. وشرد بأفكاره بعيدا عنها، ثم غاب في تأملاته، ولانت قساوة نظراته وهو يتكلم عن منزله في اليونان. ساد الصمت فترة، ثم كسرت سارة طوقه وهي تتعجب لأن خصامهما قد هدأ، وسألته: هل تعيش في قرية أولمبيا؟ أعيش فوق تلة صغيرة خارج القرية، جبال الأركاديان ليست بعيدة. نظر إليها جادا وقال: نعم، أعتقد أنه سيكون ممتعا ومسليا ترويضك، ولكنني لا أرغبك، جمالك لا يروق لي، إن ذوقي في النساء فريد ودقيق على عكس ذوق شقيقي. احمر وجه سارة وأمسكت بحقيبتها بعصبية وقالت: إذا انتهيت من إهانتي ربما ترشدني إلى غرفة نومي، وجودك قربي يجعلني أشعر بالتقيؤ. قال يستفزها: كم أنت باردة الأعصاب، اللعنة علي إذا لم تعجبني شجاعتك. ألا يهمك أن زواجك قد انتهى وأنك خسرت اللقب الرفيع الذي كنت تحلمين بالحصول عليه؟ سألته مسرورة: ما الذي يجعلك واثقا مما تقول؟
أعتقد أن أي زواج ينتهي إذا أمضت الخطيبة ليلة مع رجل آخر بإرادتها. وكيف تكون بإرادتي؟ لا يمكنك أن تقولي أنني خطفتك. فقالت بإصرار: طبعا أستطيع ذلك. فسألها: حسنا، أترغبين الآن في النوم؟ هزت سارة موافقة وأرشدها إلى غرفتها. المركب أكبر مما توقعت، لقد عرفت فيما بعد أن فيه 7 غرف. هذه غرفتك. وفتح لها الباب وانتظرها لتدخل. أتمنى أن تكون مريحة، الحمام خارج الغرفة والماء الساخن متوفر دائما. أتمنى لك نوما هانئا. غرفتها نظيفة ومريحة، يوجد فوق طاولة الزينة إسفنجة جديدة للحمام وكل ما يمكن أن يلزمها من أدوات التواليت. خلف الباب روب زهري اللون مبطن يلبس فوق قميص النوم وخفين. تذكرت سارة لفورها رجليها المتعبتين، خلعت حذاءها ولبست الخف. نظرت إلى الباب من الداخل فوجدت قفلا جديدا وضع للباب من الداخل. حتما هذا القفل الجديد وضعه رالف، إنه رجل غريب الأطوار، لقد فعل ما بوسعه كي تمضي ليلتها في راحة تامة بالرغم من الظروف التي تعيشها، لكنه نسي أن يحضر قميص النوم. بعد تفكير عميق قررت أنها لن تستفيد إذا بقيت مستيقظة كل الليل. وضعت ما يلزمها في حقيبة الحمام وذهبت لتأخذ دوشا. ملأت سارة المغطس بالماء الساخن واغتسلت وعادت إلى غرفتها وأقفلت الباب من الداخل. نامت في تنورتها الداخلية والتي تشبه قميص النوم. استفاقت باكرا في صباح اليوم التالي، نظرت إلى الساعة الموضوعة على طاولة الزينة فوجدت أنها تشير إلى 5:30. بقيت تتقلب في فراشها، كانت تشعر بعصبية وقلق ولا تعرف ما الذي يزعجها. وودي يحبها كثيرا وسيصدق كل ما تقوله له، ثقته بها كبيرة، عليها فقط أن تطلب منه أن يبقي الأمر سرا بينهما حتى لا يعرف والدها بالأمر، فوالدها سينهار إن عرف أن أحدا من آل لينغارد أجبرها على أن تمضي الليلة معه. عبست من الحقيقة المرة، فكرامتها قد هدرت. ربما كان عليها أن تقاومه وتجعله يحس بحدة أسنانها كما حصل مع شقيقه من قبل. لكن رالف يختلف عن أليكس كليا، ربما كان أغرقها في الماء كما قال. ضاق صدرها بأفكارها وشعورها المتزايد بالقلق وفكرت أن تهرب، لكنها عدلت عن فكرتها. رالف لن يترك لها فرصة للهرب والخطة قد شارفت على نهايتها. لو صعدت السلالم لوجدته بانتظارها. نهضت من سريرها، لبست الروب الزهري فوق تنورتها الداخلية ودخلت الحمام. وبعد أن ملأت المغطس بالماء الساخن واغتسلت شعرت بنشاط كبير وقالت لنفسها: ليفعل رالف ما يريد، فهي مستعدة للنضال. سوف يقع هو في الفخ الذي نصبه لها حين تشرح لخطيبها حقيقة ما حصل. سيرى رالف بنفسه كم يثق بها رودي. لم تكن سارة مستعدة للمفاجأة التي أعدها لها رالف. لقد تركت باب غرفتها مفتوحا حين دخلت الحمام، أما الآن فالباب موصت ولا تستطيع فتحه. هل أستطيع مساعدتك؟ فوجئت سارة به يقف خلفها وهو يلبس معطفا أحمر وأسود وقد طوى ذراعيه فوق صدره ينظر إليها مسرورا. الباب مغلق ولا أستطيع فتحه، تركته مفتوحا قبل أن أدخل الحمام. وبدأت سارة تفهم ما جرى فقالت بعصبية: افتحي الباب بسرعة. يا عزيزتي سارة استعملي عقلك، أنا أقفلته ولا مجال لفتحه. يجب أن يراك خطيبك على هذا النحو الآن. لا يمكنك أن تقولي أنك أجبرت على البقاء، بل بقيت الليلة بإرادتك. إن لم تفتحي الباب سأصرخ وسيسمعني كل من في المدينة. افتحي فمك، هيا أصرخي. وأضاف منذرا: بحق السماء ستندمين إن فعلتي. كانت سارة غاضبة من تصرفها لأنها لم تعمل أي حساب لتصرفه هذا، كم كان الأمر سهلا. تساءلت في نفسها: ماذا كان سيفعل لو أنها لم تترك غرفتها وثيابها بهذه السهولة؟ كانت تصرفاتك طبيعية وكما انتظرت تماما، ولو أنك قررت أن تبقي في ثيابك كنت سأضطر كارها على إجبارك على خلعها. وكيف ستجبرني؟
كنت سأهدد بأن أخلع عنك ثيابك بنفسي. طريقتك أبسط وأسهل. نسيت واجباتي كمضيف يا سارة، ولم أقدم لك شاي الصباح. لقد فات الوقت لأن زائرنا سيحضر عما قريب. هل تساعدينني في تحضير الفطور؟ نظرت إليه سارة بغضب، أول مرة في حياتها لا تجد ما تقوله. كانت تفكر بالقيام بأعمال عديدة، ولكنها كانت تعرف أيضا أن أي عنف من جانبها سينتهي بالمزيد من الإهانة. فهذا الرجل يضحك منها ويسعده أن يراها تفقد صوابها. ستخيب ظنه. وسألته: أعتقد أنك تنتظر أن أفقد رباطة جأشي، أليس كذلك؟ قال ببرود: بل أريد أن أراك تبكين. ذلك يحتاج لرجل ذي إرادة قوية ليحملني على البكاء، وليس رجلا مثلك. ضحك ضحكة مزيفة فتجمد في مكانه، ثم قال بهدوء: هناك رجال ذو إرادة قوية حولك يا سارة. وهل هو أنت؟ قالتها بطريقة ساخرة جعلت الدم الأسود يصعد إلى وجنتيه. هذه أول مرة يتأثر لجملة قالتها، انحنى فوقها وجعل وجهه مقابل وجهها وهو يتفرسها. ظنت سارة أنه سيحاول عناقها، وبسرعة تنحت إلى الوراء وقالت: إياك أن تعانقني، إذا لمستني سأصفعك. أنا أعانقك. هذه المرة كان هو الساخر. أخبرتك الليلة الماضية أن ذوقي في النساء فريد وخاص، وأنا أعني ما أقول. اضطربت لكلماته الموجعة بالرغم من طبيعتها المتوحشة، إلا أنها امرأة ربما كانت ستجد ملامسته لها مقرفة، ولكنه ساءها أن تتأكد من أنه لا يرغب مطلقا في عناقها. سألها برقة ولطف زائدين وهو يبتسم: هل ستساعدينني في تحضير الفطور؟ لا. وتركته ودخلت غرفة الاستقبال. وصلتها رائحة البيض المقلي، كان يحمص الخبز أيضا ويصنع القهوة. دخل غرفة الاستقبال ليحضر طاولة الطعام، كانت تراقبه في عمله. وتذكرت مرة ثانية خوفها منه حينما كانت طفلة صغيرة تلهو على الشاطئ. لم تحلم يومها أن هذا الرجل سيريها الويل ويجرح كبرياءها. وقال: سيحضر زائرنا خلال دقائق، لقد قلت له في السابعة. مرت خمس دقائق أخرى، جلست سارة على الأريكة تنظر إلى الخف الكبير في رجليها وشكلها المقرف. كان الروب أقصر من تنورتها وشعرها مبلل بدون تمشيط أو ترتيب. كم أنت هادئة، من الواضح أنك لا تحبين خطيبك، ولكنني كنت أعتقد أنك ستثورين لخسارتك اللقب الرفيع. أجابته بدون اكتراث: هناك رجال آخرون يحملون الألقاب الرفيعة. ربما حظك في الزواج في المرة الثالثة يكون أفضل من المرتين السابقتين. لابد من مجنون ضائع يعرض عليك الزواج من جديد. وبعد برهة سمعا وقع أقدام باتجاههما، توقفا عن الكلام ونظرا لبعضهما. كان صوت رودي وهو يقول: هل أدخل؟ كانت سارة هادئة، ولكن صوت ضربات قلبها يسم أذنيها. الفرح قريب، دقائق وتنتهي المهزلة. مسكين رودي، حضر للفطور وسيتحطم قلبه ولن يأكل شهرا آخرا. تفضل أدخل، الفطور جاهز. ابتسم راضيا عن خطته التي أكملت فصولها. ودخل رودي ثم وقف مجدوها، كان لسانه قد عقد. كانت سارة تنتظر ثورة غضبه كل لحظة. نظر رودي إلى سارة بلباسها الداخلي، ثم نظر إلى رالف والذي قال مخاطبا رودي: هل هناك أي خطأ؟ كأنك ترى شبحا يا صديقي. أرادت سارة أن تتكلم، ولكن ماذا ستقول؟ كان رالف على صواب، لو تكلمت إلى رودي عن خطفها لبدت مجنونة، لأنها تجلس بلباس النوم كأنها استفاقت لتوها. شبحا، ما الذي يحدث هنا؟ لماذا أنت هنا يا سارة؟ كان صوت رودي منفعلا ووجهه رماديا، وقال مخاطبا رالف: هذه خطيبتي. جال ببصره بين سارة ورالف من جديد كأنه لا يصدق ما يرى. بقيت سارة صامتة، تغيرت تعابير وجهها إلى الدهشة. لماذا لم يصرخ رودي ويثور؟ ألأنه يثق بها؟ هل يفكر بأن هناك تفسيرا معقولا لما يحدث؟
العزيز رودي سهل الإنقياد، لو فتشت سنين عديدة لم تكن لتعثر على رجل مثله يناسب طبيعتها الخاصة. خطيبتك، لا يمكن ذلك. لدقيقة بقي رودي صامتا يحدق مجدوها مما يرى، وقال: إنها خطيبتي سارة. لماذا لا تجيبين عن أسئلتي؟ ماذا تفعلين هنا يا سارة؟ يبدو أنك أمضيت الليلة عنده. نعم يا رودي. اعترفت ونظرت إلى رالف المسؤول عن وضعها المخزي وأكملت: لقد نمت هنا في السفينة. ولكن... ارتبك رودي واحمر وجهه خجلا. نظرت إليه سارة ثم نظرت إلى رالف الواقف فوقها كالبرج، وبدأ رالف يؤنب سارة بقسوة: سارة أيتها الفتاة العابثة، لماذا لم تخبريني؟ ونظر رالف إلى رودي يحاول الاعتذار والتأسف، وقال له: لم أكن أعرف، أني... ثم هز كتفه بدون اكتراث وأكمل: ومهما يكن إنها الموضة الشائعة في هذه الأيام. ثم ضحك وأضاف: أرجو ألا تحمل لي أي شعور كريه، تعال لننسى الموضوع ونأكل فطورنا قبل أن يتلف. استفاق رودي من ذهوله وغيبوبته، تجاهل الدعوة للفطور وقال بعد أن تملكه قليل من الغضب: هي الموضة، ربما يكون ذلك صحيحا بالنسبة إلى رجل مثلك، ولكن هذا العمل غير مقبول ضمن دائرة معارفي وأهلي. نحن أحسن منكم. خرجت كلمات رالف بعد ذلك موجهة إلى سارة: عليك أن تغيري طريقتك يا عزيزتي سارة بعد أن تتزوجي رجلا من علية القوم، صاحب شرف رفيع. قال رودي: ستغيرين تصرفاتك بحق السماء يا سارة، أتمنى ألا تفعلي ذلك بعد زواجنا. ما هو عذرك؟ هل شربت الكثير البارحة في حفلة الزفاف؟ صرخة تعبر عن الدهشة خرجت من شفتي رالف بدون إرادته. نظرت إليه سارة ولم تفهم ماذا يقصد. نظرت سارة بعد ذلك إلى رودي وقد برد غضبه واكتسى وجهه ألما مكان الغضب، وسألته: هل تصدق يا رودي أنني أمضيت الليلة في السفينة مع رالف؟ أجابها رودي باقتناع: هذا واضح ولا يحتاج لسؤال، أنت تعرف أنني ورالف. لم تستطع صياغة كلمات سؤالها من الخجل. قال رالف بلهجة واثقة لا يعتريها أي شك: لماذا الخجل؟ لم تكوني خجلة الليلة الماضية. رودي يعرف أننا أمضينا الليلة سويا، إنه ليس مقبولا كي تقنعيه أن كل منا نام في غرفة منفردة. سألته سارة: هل تصدق ذلك يا رودي ومستعد أن تتغاضى عما فعلت؟ أجابها رودي: وهل تركت لي أي خيار آخر؟ لقد خذلتني يا سارة، أنا أعرف مدى الانحلال الأخلاقي في هذه الأيام، وكنت أعتقد أنك تختلفين عن الفتيات الأخريات. قالت: والآن اكتشفت أنني لا أختلف عنهن وما زلت ترغب في الزواج بي. هل خاب ظن رالف بهذه النهاية الغير متوقعة؟ كان ينظر إلى رودي باستغراب. أي خيار لي؟ ردد رودي كلامه مرة ثانية: حفلة الزفاف مقررة بعد أسبوعين، وأنا أحبك حبا شديدا ولا أستطيع أن أعيش بدونك. تراجعت سارة في مجلسها فوق الأريكة إلى الوراء وأسندت شعرها الأشقر فوق المساند السوداء وهي تنظر إلى رودي كأنها تراه للمرة الأولى. ماذا كانت تنتظر؟ كانت تنتظر شيئا مخالفا تماما لما حصل، تنتظر انفجارا عنفا وغضبا شديدا تهديدا، والذي حدث كان بعض الحزن في عينيه وبعض التخاذل. نظرت سارة إلى رالف ولم يخفى عليها كيف كان سيتصرف لو كان الأمر معكوسا. العاشق المتسامح، قال رالف مخاطبا سارة، لقد شلت خطتي كما توقعت لها منذ البداية، كنت على حق، اللقب الرفيع من نصيبك بالرغم مما تكبدته من مشقة. قال رودي: ماذا تقول؟ أنا لا أفهم شيئا. قالت سارة مخاطبة رالف وهي عابسة: لقد فشلت خطتك ولكن ليس كما ترغب. سألها رالف مع أنه كان يعرف تماما ما الذي تقوله: وكيف؟ كما قلت، اللقب ما يزال من نصيبي، ولكنني غيرت رأيي واكتشفت الآن أنني لا أريده، وكما ترى يا سيد رالف لينغارد إنك لم تنجح في قصاصي أبدا.
طأطأ رالف رأسه معترفا بفشله وعلى فمه ابتسامة الرضا ولم يدلي بأي تعليق. السيد مالفيرن العجوز مريض في فراشه، شفتاه زرقاوان ووجهه متعب ويتنفس بصعوبة، رأسه فوق الوسادة يحدق بابنته سارة بعينيه الصفراوين الضعيفتين، الحزن يغمرهما وربما بقايا دمع قد جف. كيف تفعلين بهذا؟ تكلم بضعف وصعوبة، أخذ نفسا ثم أكمل. تمضين ليلة مع أحد أبناء لينغارد في سفينة، كنت دائما أقلق من مغامراتك في السابق ولكنها في معظمها كانت مغامرات بريئة، أما هذه لقد جلبت العار للعائلة وأنت ابنتي المفضلة، جلبت العار لنا جميعا إلى الأبد. توقف من جديد ليسترد أنفاسه. لقد نال منك آل لينغارد فقط قبل أسبوعين من زفافك، فقد وزعت دعوة زفافك. وزعت؟ قالت سارة تقاطعه. هذه رواية رودي عن الحادث، إذا كان يرضيك فأنا التي نبذته، أنا التي فسخت الخطوبة. لماذا تكذبين علينا؟ هل تظنين أن أحدا يصدقك؟ قال والدها هذا وتابع يلومها على فعلتها التي جلبت الفضيحة والعار لآل مالفيرن جميعا. اصفر وجه سارة وهي تسمع المزيد من اللوم من والدتها وهي تبكي. كانت تمسك بيد زوجها وتهدئ من روعه وتوافقه على قوله، بل تزيد قائلة، فتاة من هذه العائلة تعاشر رجلا من آل لينغارد. قالت سارة تذكر والدتها بأليكس، كنت سأتزوج أحدهم ولم تتذمري. لقد فسخت الخطوبة لأنه حاول اغتصابك مع أنه كان ينوي الزواج، ما الذي دهاك لتعاشريه بدون أي ارتباط؟ الزواج يختلف، إنه رابطة شريفة، لكن بتصرفك هذا لطخت سمعة العائلة. الآن آل لينغارد يشمتون بنا لانتصارهم الكبير في إلحاق العار بنا. مسحت والدتها دموعها المتساقطة من عينيها. آه يا سارة، كيف تلحقين بنا هذا العار؟ انظري إلى والدك المسكين، أنت سبب مرضه. نظرت سارة إلى الحقول الخضراء المحيطة بالمنزل. لم يخطر ببالها أن رودي سينشر خبر مغامرتها المزعومة فوق السفينة بهذه السرعة. كانت تظن أنه سيصمت من أجل سمعته وسمعة عائلته العريقة، ولكنه جرح في قلبه وكبريائه. كان يحبها كثيرا وقد جرح جرحا عميقا حين نبذته. رودي لا يستطيع أن يخفي شعوره، كان يروج قصتها ليبرر للجميع أنه هو الذي نبذها وفسخ الخطوبة لتصرفاتها المشينة. تساءلت سارة في نفسها، إلى أي عمق كان حب رودي لها؟ هزت كتفيها في عدم اكتراث ولا فرق، الآن لديها أمور أكثر جدية لتعالجها. حين سمع والدها نبأ مغامرتها فوق السفينة من أحد أصدقائه كاد أن ينهار. دهمته نوبة قلب وقال الطبيب أنها الأسوأ، وإذا حالفه الحظ يشفى منها ويكمل حياته كالسابق. هل تخبر سارة أهلها القصة الحقيقية؟ لا، الحقيقة أسوأ من رواية رودي، إنهم يؤمنون الآن أنها ذهبت مع رالف لينغارد بإرادتها. أما إذا أخبرتهم أنه خطفها ورماها على المقعد الخلفي للسيارة وعاملها معاملة سيئة، سيموت والدها قهرا. ولكن لماذا حقد رودي عليها؟ لم تكن تعتقد أنه حقود، كان دائما سهل الانقياد، ولم تلحظ عليه مرة أنه خالف لها طلبا، كان ينفذ لها كل رغباتها بدون تردد. لكنه تغير كليا حين أخبرته أنها تنوي فسخ خطوبتهما، تحول إلى منتقم وتوعدها بأن يفضح اسم عائلتها ويمرغها بالوحل. تساءلت سارة، لو أنها ترجته أن لا يفعل، ولكن هي لن تترجى أي رجل أبدا. قالت والدتها، حان وقت الدواء يا عزيزي، سأجلب لك الماء لتشربها. قال والدها بصوته الضعيف، لا أريد أي دواء، لا أريد أن أعيش. قالت والدتها بخوف، كلا. التفتت سارة إليه وقد انخطف لونها خوفا عليه، واقتربت من سريره قائلة، عليك أن تتناولها يا والدي. قال الرجل العجوز وهو ينظر إليها نظرة عتب، كي أبقى على قيد الحياة، ولماذا؟ ارتجفت سارة، كان والدها يحبها ويفضلها على إخوتها ولا يرد لها طلبا،
مهما كان طلبها ويسامحها على كل أخطائها، لا يمكنه الآن أن يسامحها على زلتها هذه. وقال: أنا لست جبانا، ولكنني لا أستطيع أن أرفع رأسي من العار. فعلتك مشينة، وكون شريكك من آل لينغارد هذه فضيحة طنانة. إنهم يتشدقون فرحين بمصيبتنا. قل لي ماذا أفعل؟ قالت سارة مخاطبة والدها وقد نفد صبرها. صدقني أنا لا أستطيع أن أسكت تهكمهم. قال والدها بعد جهد: بل هناك طريقة. عبست سارة وهي تفكر: كيف؟ سأفعل كما تقول. عليه أن يتزوجك. قال ببطء شديد: هذا يخفف من شماتتهم ويوقف الإشاعات. لو كان يملك ذرة من الشرف سيوافق على الزواج منك. يتزوجني؟ ستجبرني على الزواج من رالف؟ لماذا؟ نحن نكره بعضنا. خرجت الكلمات من فمها بدون أن تشعر. نظرت إلى الحقول خارج الغرفة لأنها لم تعد تحتمل نظرات والديها المخزية نحوها. سألها والدها: تكرهاني بعضكما؟ رفع رأسه عن الوسادة بجهد: تمضين الليل معه وأنت تكرهينه. كنت ستتزوجين خلال أسبوعين، كان عليك أن تنتظري قليلا. لا يمكنك أن تكرهيه، قالت والدتها وقد أفزعها اعتراف سارة. لا يمكن أن تكون ابنتي مستهترة وخليعة. هل تفعلين ذلك كنزوة وبمزاج؟ سألها والدها. الشباب اليوم يفعلون ذلك، ولكن ابنتي. تعب والدها من التفكير، أرجع رأسه إلى الوراء فوق وسادته، مد يده ليمسك بيد زوجته علّه يستمد منها العزاء والراحة. شعرت سارة بكراهيتها لرالف تتأجج كأن شرايينها قد تمزقت. لو مات والدها الآن سيقع اللوم على رالف. تذكرت ما قاله عن والدها وعبست. لقد أراد أن يحطمه مقابل ما قاست والدته في آخر سنة. كانت واثقة أن رالف يريد لوالدها أن يتألم أيضا لا أن يموت. نظرت إلى والدها الذي تحبه كثيرا وهو أقوى حب عرفته في حياتها، بل حبها الأوحد. يجب أن لا يموت قبل أن ينتهي أجله. لا، لن يموت، قالت سارة تدافع عن نفسها. لا يا والدي، أنا لم أفعل ذلك كنزوة، وأنا لست مستهترة كما قالت والدتي. أشرق وجه والدها قليلا كما ارتفع صوته عن السابق حين تكلم. وهذه الكراهية التي تحدثت عنها، هل هي كلام فقط؟ لحسن حظها أنه لم ينتظر جوابها، بل أكمل حديثه وطلب منها أن تتصل برالف وتتفق معه على الزواج. من الواضح أنه كان يعتقد أن رابطة عاطفية تجمعهما. وهل ستتناول حبوب الدواء الآن؟ تمتمت سارة. هل أجلب لك الماء؟ سألها والدها. هل تعيديني برؤية رالف من أجل إمكانية إتمام الزواج؟ كلمته كانت بمثابة إنذار أخير. سحبت سارة نفسها بصعوبة وأجابت: أنا آسفة يا والدي، لا أستطيع الزواج من رالف. إذن لن أطيل حياتي أو أعمل أي جهد لأعيش فترة أطول. عزيزي، قالت زوجته وقد بدأت نوبة بكاء. أخفت سارة وجهها بيديها تحاول ألا ترى المشهد المؤثر الحزين، وبدأ الثلج يذوب في قلبها. تملكها غضب شديد. لو تستطيع أن تجعل رالف يتألم من أجل ما فعله معها، ولكن كيف؟ عليك أن تتزوجيه يا سارة، قالت والدتها. كيف تتركين والدك يموت؟ أمي، لا مجال للزواج حتى لو رضيت به، هو لن يرضى بي، قال والدها وقد أخفى وجهه بوسادته كأنه لا يريد أن يراها. إذن أمضيت الليلة هناك من أجل مزاجك، تشعرين بالملل. حضر الطبيب وتكلم مع سارة وهو خارج. عليك أن تستعدي لما هو أسوأ، إنه يرفض الدواء وبدونه لن يعيش. مثل جميع مرضى القلب كان والدك يتناول الحبوب بانتظام لسنين، ونغير له نوعها من وقت لآخر أو نزيد من حجم الجرعة، وكنا سنصل يوما ما لوقت لا نستطيع معه فعل أي شيء مع العناية الطبية. يمكنه أن يعيش سنين أخرى فقط.
كان دائما راغبا في الحياة، واليوم هو محطم لا يريد العيش ويرفض تناول الدواء. لا أعرف ما الذي جرى له، لن يعيش طويلا بدون حبوب الدواء هذه. كم سيعيش يا دكتور؟ حوالي الأسبوعين وربما أقل، قال الطبيب ورماها بنظرة استغراب. أغلقت سارة الباب خلفه وتساءلت في نفسها، ما إذا كان قد وصل إلى سمعه أنباء مغامرتها المخجلة وتصرفاتها الفاضحة. من المؤكد أنه سمع بها، فرودي أذاع الخبر ونشره بين كل معارفها. خيبة الأمل من ضعفها وغليان في نفسها من عدم قدرتها في أن تنتقم من رالف جعل سارة تجوب الحديقة أكثر من ساعة وهي تفكر في حل لمشكلتها. ووالدها سيموت، لقد اختصرت حياته بفضل رالف وخطة انتقامه الفاشلة. يريد أن ينتقم منها لشيء فعلته ضمن حقوقها المشروعة. تذكرت مرة ثانية رالف وهو يؤكد لها أنه يرغب في أن يجعل والدها يتألم كما تألمت والدته قبل موتها. هل يملك رالف ضميرا؟ تساءلت في نفسها، إذا كان لديه ضمير سيتألم معها لموت والدها لأنه تسبب في موته وستحمله وزر عمله. وصلت سارة إلى المرفأ، فتشت عن السفينة حسناء المحيط، لم تجدها، لقد رحلت، ويا لخيبة أملها. لابد أن شخصا آخر قد استأجرها. هل رحل رالف بعد أن تكللت مهمته الانتقامية بالنجاح؟ دخلت غرفة التليفون الصغيرة قرب رصيف المرفأ، طلبت بيته وانتظرت طويلا. رد عليها خادم فسألته عن رالف، وبأقل من نصف دقيقة كان يقول: رالف يتكلم. أنا سارة مالفيرن، أريد رؤيتك لأمر بالغ الأهمية. عملت جهدها أن يبقى صوتها هادئا. لا أستطيع رؤيتك حتى المساء. لا بأس، سأنتظرك. توعدا على اللقاء في آثار دير الراهبات القديم. وصلت سارة قبله واحتمت تحت قنطرة قديمة تنتظره. الهواء بارد يلفح وجهها ورجليها ويرسل شعرها الذهبي المنسدل على وجهها بشكل عشوائي. ما تزال الشمس مشرقة، كانت تقف وعيناها باتجاه السلالم حيث سيحضر رالف. انتظرته طويلا ثم وصل أخيرا، يتهادى وجهه الأسمر وشعره الأسود الفاحم وجسمه الفارع الطول وهو يمشي بهدوء فوق العشب. كانت تنظر إليه باهتمام ومتأكدة بأن تأخره مقصود، وتعلم أنه لن يعتذر لأنه متعجرف ومتكبر. كم يسرها أن تراه مسحوقا، ولكن ذلك غير ممكن. وقفت تستقبله، كان ينظر إليها مجدوها مأخوذا بجمالها وقد علت وجهه ابتسامة مرحة. هكذا كان شكل نساء مالفيرن المتوحشات في الزمن الغابر. بدأ يسخر منها، ولكنك لم تطلب الاجتماع في شهر آب لتستمعي إلى مديحي، ماذا تريدين؟ والدي يموت وأنت المسؤول. كانت سارة تراقبه لترى تأثير كلماتها عليه. لا أعتقد أنني أفهم ما تقولين. قلت إنك تريده أن يتألم وقد تم لك ذلك، والآن يتعذر شفاؤه. لقد أمهله الطبيب فترة أسبوعين فقط ليعيش. هل الصدمة من فسخ خطوبتك ستميته؟ لهذا السبب أردت مقابلتك. أريدك أن تحمل ضميرك وزر موته لآخر حياتك، إذا كان لديك ضمير أساسا. أعتقد أنه ليس لديك ضمير وأنا أستغرب الأمر. لا أعتقد أن الصدمة من فسخ الخطوبة ستقتل والدك، هناك سبب أهم عليك أن تشرحيه لي. شرحت سارة له مشهد والدها المريض فوق سريره، وقبل أن تنتهي من شرحها ظفر ظفرة تعجب وغضب وقال: هذا حدث لأن رودي أعلن للجميع أنه هو الذي فسخ الخطوبة، لماذا لم تعترضي وتدحضي قوله وتنشري الحقيقة الدامغة؟ ذكرته قائلة: ولكن هذه كانت رغبتك، انتقامك كان يرتكز على أن ينبذني رودي. أنا لا أهتم بخطتي بعد الآن، أنا أنظر إليها الآن من وجهة نظرك. لقد فشلت خطتي السابقة، لماذا لم تستغلي فشلها؟ قلت لوالدي أنني أنا التي فسخت الخطوبة ولكنه لم يصدقني. بدأت أفهم والدك، يعتقد أنك أمضيت الليلة معي للتسلية.
توقف يتمعن النظر إليها ساخرا، وهل يؤمن الآن بأنك فتاة عابثة؟ لو كنت مكانه ألا تفكر مثله؟ الظاهر أن هذا الحديث معه لم يؤتي ثماره، لأن رالف لم يكن مستعدا ليقبل اتهامها له لما وصلت إليه حالة والدها، وقال: ولماذا لم تخبري والدك بالحقيقة وبأنك خطفت وأجبرت على المبيت في المركب؟ إنني خطفت ومن قبل أحد أبناء لينغارد. لم تكن سارة تحتاج لقول المزيد، عبس رالف وقال بخشونة: كم المحبة مفقودة بين عائلتينا، إذن إن مغامرتك المزعومة هي التي تزعجه. إنه أكثر من منزعج، ويرفض رفضا قاطعا أن يعيش ليواجه العار والفضيحة. لن يأخذ الدواء، وهذا يعني أنه لن يعيش. لم يكن لدي أي شك بأن أحد المالفيرن جبان. والدي ليس جبانا، إنه عجوز مريض جدا. كيف تجرؤ أن تقول عنه ذلك؟ حسنا حسنا، كم أنت سريعة الغضب. لنبقى هادئين ونفكر سويا في حل. ليس هناك ما نستطيع أن نفعله، فقط رغبت أن تعرف الوضع قبل أن ترحل. أريدك أن تعيش مثقل الضمير إلى نهاية عمرك نتيجة عملك الفظيع. أصمتي يا فتاة، لابد من أن نفعل شيئا ما لنفكر بصمت وكف عن هذه الثرثرة. لقد قلت سابقا وأكرر الآن، لا أعرف بحق السماء ما الذي رآه فيك شقيقي وأعجبه. كان رالف يرتدي بدلة من التويد، خطوط وجهه قاسية لا تلين، وبه ما يوحي أنه رجل خارج عن القانون مثل بقية شباب آلينغارد. هل صرح والدك بأنه يرغب في الموت؟ بالتحديد، وهو دائما يعني ما يقول. لا أظن والدك يفعل ذلك، ويحملك مسؤولية موته يا سارة بدون أن يترك لك خيارا آخر. هل اقترح عليك أن تجعلي خطيبك رودي يغير رأيه ويتزوجك؟ أبدا. هل أنت واثقة؟ أنا أعرف أنك لا تحبين الشاب، وهو أيضا لا يحبك. إنه يحبني، قالت والشرر يتطاير من عينيها. كان حبه عميقا وقويا، ولهذا السبب تألم كثيرا حين نبذته. هراء، أي نوع من الرجال هو هذا الحبيب الذي لا ينفجر ويثور غضبا حين يعلم أن خطيبته قد امتلكها رجل غيره؟ اسود وجه رالف واحتقن. لو كنت مكانه لكنت سأخنقك ببطء شديد لتتألمي أكثر حتى تطلبي الرحمة.